ترى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا من الماء كل شيء حي. راح أتكلم على النباتات المزهرة أو النباتات الحولية أو الدائمة اللي تعطينا تزهير. أول ما راح أبدي في النوير. النوير نبتة برية معروفة عند سقوط الأمطار. طبعا عندنا النبتة الثانية اللي هي نبتة تباع الشمس، وهذه ممكن ان احنا نزرعها في اي موسم موجود، هي تاخذ بحدود الثلاث شهور. الريحان والمشموم عندنا نوعين، عندنا النوع اللي هو يعطي الورد الاحمر وعندنا الورد الاخضر، وهذا طول السنة ممكن ان احنا نزرعه، ما عندنا عليه اي مشاكل سواء بالفترة الصيفية او الشتوية. هناك أنواع ثانية عندنا الأخوان، زهرة الذهب هي زهرة جميلة موجودة، والأخوان بالذات في أنواع، يمكن إحنا راح نشوف أكثر من نوع من الأخوان موجود عندنا. الماريغولد عندنا نوعين، عندنا الماريغولد القزمي والماريغولد الطويل. هذا الماريغولد القزمي واحنا دائما نشوفه في البيوت والاماكن الجماليه الموجوده عندنا، وهذا الماريغولد الطويل. ميزه الماريغولد الطويل زهرته تكون اكبر، تقبل الفراشات لها اكثر، فنلقى يعني الفراشات مع الطيور موجوده في المكان. وميزه الماريغولد ان احنا ممكن نزرعه طول الموسم ما عدا طبعا فتره الصيف الحاره، راح يكون في فشل فيه، لكن احنا ممكن نزرعه بدايه دخول الشتاء ونهايه دخول الصيف. الخبيز او يسمونها الجرانيوم ورده جميله وتعطيك تزهير طول موسم الشتاء، يعني الانسان اذا زرعها من شهر 9 يعطيك اياها من شهر 9 الى 4. عرف الديك أنواع، وهذا النوع القزمي اللي يكون موجود وألوانه كثيرة، وميزة عرف الديك هم يعطيك موسمين، لكن أنا ما أحب أزهاره مثل بقية الزهور، لكن منظره وايد حلو جميل، ممكن نزرعه في بداية الشتاء إلى شهر تقريبا 4، يعطيك تزهير حلو وجمال حلو، أنواع كثيرة ألوان مختلفة، ويحب الماي الحلو أكثر من شديدة الملوحة بعكس باقي الزهور. الفنكروزة دائمة، ممكن نزرعها في الصيف والشتاء وتعطيك لمدة سنتين. في القزمي وفي الطويل، الأنواع هذه الموجودة وألوانها كثيرة ومتعددة وتحمل الملوحة بشكل كبير. انتقل الى زرعة الجزانية، وزرعة الجزانية دائما تكون هي من مغطيات التربة، نزرعها طول السنة وهي طبعا دائمة في التربة، تتحمل الملوحة العالية، ما عندها مشكلة، ألوانها كثيرة وأشكالها كثيرة، ومن أفضل مغطيات التربة الموجودة في منطقة الخليج بالذات. كرة الثلج أو الأليسيوم، هذه الزهرة الجميلة جدا، ذات رائحة عطرية شبيهة برائحة العسل، وتجمع عليها النحل بشكل كبير. طبعا هي شتوية، تنزرع ما بين شهر 9 إلى شهر 4 أو 3 تكون موجودة. هذه النبتة أنا زرعتها وكنت أحاول أحصل اسمها، فلقيتها أنها زرعة نادرة أو وردة نادرة وتسمى فول العرب، اللي عنده اسم غير هالاسم أو أنا غلطان ممكن إنه هو يوصل لي معلومة صحيحة. فم السمكة أنواعها كثيرة، لكن يعيبها قصر الطول وارتفاع التزهير، فلما أقعد نزرعها في الأرض راح تخترب معانا شكل الزهرة، تلقاها ذابلة أو نايمة، لكن هي من الزهور الجميلة اللي تنزرع في الشتاء. القحوان يعني في مثل ما يقولون شاي القحوان، وان هذه الزهرة نفسها ممكن نستغلها وجميلة جدا، وممكن نزرعها في المسطحات وتتحمل الملوحة العالية،
وهي وردة جميلة. طبعا البتونيا ما أدراك ما البتونيا، ألوانها كثيرة وهي الوردة السائدة في العالم، مو بس في منطقة الخليج تنزرع. الزينيا، الزينيا ميزتها أنها تكون صيفية شتوية، تحمل ملوحة عالية، وردتها جميلة وحلوة، وأنا من الناس اللي أحب أزرعها. اخترت لكم بعض من المدادات، وطبعا المدادات أفضل مداد عندي أنا ست الحسن، تزهيرها طول الموسم ومتسلقة، اللي عنده عريش اللي عنده كذا ممكن انه هو يستغلها ويزرعها، وايد يستفيد من المنظر الموجودة والتحمل درجة الحرارة والتحمل الملوحة الماء العالية. الخطمية دي ارتفاعات عالية تصل الى 2 أو 3 متر، لكن يعيبها التزهير المتأخر. الفيديو هدفه انك تعرف اسماء النباتات وشنو التحمل من ملوحه، وتشوف النبته في مكانها الموجود افضل ما تشوفها الصور. في اخر الفيديو انا حطيت بعض النباتات اللي انا مزارعها، فسامحوني لكن حبيت احط اسمائهم. الفربينيا، الفربينيا تحمل ملوحه، طبعا نبتة دائمة، ممكن انك تقصها، ممكن انك انت تاخذ منها عقل، وزهرتها وايد جميلة في الشتاء. الحين حاليا في فترة الصيف قليلة جدا. الحلفة تقدر تزرعها بخطوط تشكلها وايد جميلة. المكحلة مغطيات تربة وزهرتها صغيرة جدا، لونها وردي، وتحمل ملوحة هي والحلفة. والمحكمة نفس الشيء، تحمل الملوحة العالية وأزهارها كثيرة ودائمة طول السنة. راح أتكلم عن الزنبق، وأنا مصورة في درجة حرارة 51، إحنا الحين تاريخ حاليا في تاريخ 10/6، درجة حرارتنا 51، متأثرة شوي بالحرارة لكن هي جميلة جدا. أوراقها متنوعة، فيها أكثر من شكل، في المبرغش، في المخطط، في حتى الألوان كثيرة جدا. طبعا هذه الصور في بعض النباتات اللي أنا ما قدرت أزرعها أو أني أنا أرويها لكم. أتمنى أن يكون الفيديو قصير ومفيد، واستفدتوا منه بأكثر أنواع النباتات أو الزهور الموجودة عندنا.